السلام عليكم، معكم طلال نقار. هذه هي الجزء الأول أو المحاضرة الأولى بسلسلة السوائل. هذه إعادة إطلاق للسلسلة، فهم عيد تقديم المحاضرات. خليني أبدأ بالسلايد الأول. نحن بهي المحاضرة حنحكي كيف نحن بدنا نوصل السوائل للأنسجة. نحن حكينا بمحاضرات مطولة عن الميكانيكال فنتيليشن، إنه كيف أنت بتوصل الأكسجين من الهواء للدم. بس نوصل للدم، هذا الأكسجين لازم ينتقل ويوصل للأنسجة، وإلا كأنك يا أبو زيد ما غزيت. فهذا الأكسجين لازم يتحمل، لازم يتحمل على الهيموغلوبين، لازم يتحمل على الهيموغلوبين مثل ما حكينا، هي العربات اللي بتحمله، ينتقل بعدين ويوصل للأنسجة، يلقي الحمولة، وبعدين ياخذ أو الكربون يروح لحاله ويرجع للرئة عشان ينطرح. فمثل ما حطيت هذا السلايد سابقا، هذا السلايد فيكم ترجعوا اللي حابب يهتم بالجزء الأول اللي هو أكسجة الدم. ممكن محاضرات، حكينا محاضرة سلسلة مطولة حوالي 40 أو 50 محاضرة بهذا الموضوع. هلا نحكي على الجزء الأهم اللي هو الأكسجين النسيجية. فمثل ما قلنا مرة ثانية، عندي هي الرئة هي مكان أكسجة الدم. الدم بيتأكسج بهي المنطقة، بيتحمل الأكسجين على الهيموغلوبين، جزيئات الهيموغلوبين بتنتقل بضخ الدم، هي المضخة، بيوصل هذا هون صار اسمه الدليفري، بيوصل للأنسجة. الأنسجة بتستهلك جزء من هذا الأكسجين، الأنسجة بتستهلك عادة 25% من الأكسجين، بيبقى الباقي اللي هو 75% بيرجع للقلب. وبالتالي حتى الجزء الوريدي من الدم، الفينس أكسجين بيسموه، لسه بعده يعني بعده الساتوريشن، إذا عملته على عين دم، على عينة غازات وريدية لإنسان سليم معافى، حتكون 75%. وبالتالي في عندنا احتياطي منيح من الاكسجين بالدم الوريدي بحالات نقص الاكسجين او نقص الترويه، بحيث انه يزيد استهلاك الاكسجين نوعا ما، بحيث انه يحافظ على اكسجين مقبوله بالانسجه. فهذه اول ربما فائده بالكورس ممكن تذكروها، لما بتلاقوا اشباع الدم الوريدي منخفض معناتها في استهلاك عالي. اي معلومه حلوه تذكروها وممكن تفيدكم. لو بتلاقوا حالة نقص أكسجين وعلامات اللاكتيت عالية والإشباع طبيعي أو عالي، معناته الأنسجة مريضة وما عم تقدر تاخذ الأكسجين وتستخدمه. هي من حالات من علامات يعني حالات بتشوفها بالصدمات الإنتانية، بيكون في عندك شغلة اسمها ديسوكسيا، يعني سوء استخدام للأكسجين. الأكسجين عم يوصل بس الأنسجة ما عم تقدر تستهلكه وما عم تقدر تاخده. الأكسجين بينتقل بالدم بجزئين، بينتقل الجزء الأهم اللي هو جزء مرتبط بالخضاب، هذا الأكسجين كونتينت اللي هو المحتوى الدم الشريان من الأكسجين A، فجزء مرتبط بالخضاب وجزء منحل بالبلازما. هذا جزء قليل جدا جدا، بتشوفوا قديش الفرق بين التنين حسب المعادلة. هذا الضغط الجزئي للأكسجين مضروب بكم؟ ب0.003، الرقم ممكن إهماله بالحسابات الحالات العادية. وين تبرز أهمية الجزء المنحل؟ بتبرز أهمية الجزء المنحل لما يكون في عندي مشكلة بارتباط الأكسجين بالخضاب، الخضاب ما عاد يقدر ينقل الأكسجين. والحالة الأشعة اللي بتعرفوها ربما هو التسمم بالكربون أوكسايد. الكربون مونوكسيد اللي هو الغاز أول أكسيد الكربون، ما بيقعد الخضاب قادر يرتبط بالأكسجين لأنه بيكون الألفة تبعه أعلى للكربون مونوكسيد، وبالتالي بينقص أكسجين الأنسجة، بصير ما عنده صدمة. فانا هون اذا انا اعطيت المريض، خليته يتنفس اكسجين بضغط عالي، ضغط جوي 2، ضغط جوي 2 3 4، هذا بيزيد الجزء المنحل بالبلازما اللي بيصير دوره هون مهم او كريتيكال، ويمكن يحافظ على حياة المريض. المعادلة هي انه انا دائما هذا الجزء انا يعني اهمله مبدئيا، حتشوفوا كيف الحسابات حتفرق. فالاكسجين كارينج كاباسيتي ملتبلاي باي ساتوريشن، يعني بيطلع معي انا 1.34 ضرب الخضاب، رقم الخضاب ضرب إشباع الشرياني، بيطلع معي الجزء المرتبط بالخضاب والجزء الثاني هو الجزء المنحل بالبلازما. خلينا نطبق المعادلة. الدليفري اوف اوكسجين هون، الدليفري يعني ام ال بير مينيت، ام ال بير مينيت معدل تقليم الدم من الاكسجين للانسجة المحيطية. الكارديك اوتبوت هو لتر بالدقيقة. الخضاب هون بيكون جرام باللتر مش بالديسي لتر، جرام باللتر. الـ1.43 هو قدرة كل جرام من الخضاب من الهيموغلوبين على الارتباط بالأكسجين بالإم إل، فهو عادة 1.34 ل 1.39 بمراجعة ثانية. ساتوريشن باخده از بيرسنتج، فكان لو كان ساتوريشن 1 او 100% حيكون 1، لو كان 97% فهون حيكون الرقم هو 0.97، وهذا الرقم مثل ما قلنا حخليه يعني للزينة، اتركوا على جنب.
أخيرا طبعا المعادلة لشخص طبيعي، شخص طبيعي إشباع الدم عنده ساتوريشن تبعه 100%، الـ PaO2 100 ml أو 100 مليمتر أوف ميركوري، خضابه وهيموجلوبين تبعه 15 15 جرام بالديسي لتر، وبالتالي هو 150 جرام باللتر. الكارديك أوتبوت تبعه هو 5 لتر بالدقيقة، وبالتالي بنطبق الأرقام بيطلع معي الرقم النهائي 201، هذا الجزء المرتبط بالخضاب 201 ml بلس 3 اللي هو الجزء المنحل بالبلازما، ف204 ل201 ما في فرق كبير، فعمليا هذا الجزء خلينا نهمله مبدئيا. فهذا مقدار اللي مقدار الدم الواصل، مقدار الدم المحتوى الدم من الاكسجين عفوا باللتر، بكل لتر من الاكسجين من الدم قديش في عندي كم ام ال من الاكسجين. فكم لتر بيوصل للانسجه؟ بيوصل للكارديك اوتبوت، هو لتر بالدقيقه، فكل دقيقه بال كم دقيقة، كل لتر كل دقيقة قديش بيوصل للأنسجة؟ بيوصل 5 لتر اللي هو الكارديك أوتبوت. ف5 ضرب 204 حيطلع معي 1000 ام ال بير مينت، هو هذا معدل الدليفري اوف اوكسجين للأنسجة بالحالة الطبيعية. الكونسمشن هو 25%، 25% ضرب الدليفري يعني 25% ضرب 1000 بيطلع معي تقريبا 250 ام ال من الاوكسجين، هو هذا مقدار استهلاك الأنسجة من الاوكسجين. لو أخذنا حالة مرضية عندي إشباع الدم 90%، عندي الـ PO2 60 مليمتر اوف ميركوري، عندي الخضاب 7، مريض حدي يعني ما يعادل 70 جرام باللتر، وعندي الكارديك اوتبوت تبعه 2 لتر بالدقيقة اللي هو منخفض، وبالتالي ميت بحالة صدمة. فمحتوى الدم الأكسجين عنده الكونتنت وهذا الدليفري، الدليفري من الأكسجين للأنسجة عم يعادل هون بدل ما يكون 250 عم يكون 167 ام ال بالدقيقة، طبق المعادلة بيطلع معكم هذا الرقم. فبدل ما يوصل للأنسجة 250 ام ال بالدقيقة عم يوصلها 167، فبالتالي في عندي بنسميه ديبت يعني مثل دين، إنه ما عم تاخذ الأكسجين الكافي. كيف عم تعمل الأنسجة بهالحالة؟ عم تعمل استقلاب لهواء جليكولايسيس، هذا اللي عم يكون طريقه الحصول على الطاقه، وبالتالي اللاكتيات عم تتراكم وعم يكون في علامات نقص الاكسجين النسيجيه او علامات الهايبوبرفيوجن. لو بدي احسن هذا الرقم بدي العب على عناصر ثلاثه، اما انا بدي احسن الاشباع او بدي احسن الخضاب او بدي احسن الكارديك اوتبوت، اللي هي عناصر المعادله ثلاثه، عندي ثلاث عناصر هي اللي بتحسن الاكسجين ديليفري. فرح نشوف كيف كل وحده منهم بتاثر، الخضاب كيف بياثر، الساتوريشن كيف بياثر، والكارديك اوتبوت كيف بياثر على هدول المرضى. انا مثل العاده في عندي عندي توفير للطاقه. الساتوريشن لو انا بدي ارفعه من 90% ل 100%، فالمعادله حتصير كما يلي، بدل ما يكون واحد بدل ما يكون 0.9 حتصير واحد هون، فالرقم حيرتفع من 167، طب المعادله حيطلع 178. يعني انا كرمال ارفع الاكسجين الام ال الدليفري من 167 ل 178، يعني حوالي 40 مثلا او 50، عم ادفع ثمن باهظ لحتى احسن الاكسجين من الساتوريشن 90% ل 100%. نرجع لمحاضرات الميكانيكال فنتليشن، حاعمل اذيه شديده اذا مريض ارس مثلا او غيره، هتعمل تروما للانسجه، هتعمل الفيلي اللي هي حتزيد الطين بله، فبالتالي هذا الثمن غالي جدا والكوست اعلى من البنفيت تبعه، وبالتالي لا تلجأوا له ابدا، التزموا باللو تايدل فوليوم، حتى لو انتم يعني ساتوريشن 90% بسموه اوبتيمال ساتوريشن، ما هو نورمال اكيد، اوبتيمال فهو افضل من النورمال بهالحالات. وبالتالي هذا ما له خيار عندي ابدا، بس لو كان عندي انا الساتوريشن تبع ميت 50% 50% ميت ازرق، انا اكيد ما حاقعد اقول والله اكسبتد، لا ما له اوبتيمال، هذا لو ساتوريشن، فانا لو رفعته من 50% ل 90% حيتحسن محتوى الاكسجين، محتوى الدم من الاكسجين. وبالتالي نحن ما عم نحكي عن لو ساتوريشن يعني اقل من 70% او 80%، عم نحكي انهم 88% ل 99 ل 90%، هذا هو الرقم المطلوب. لو رفعنا الخضاب من 7 ل 9، هي الممارسة اللي كثير أطباء لهلا بيشتغلوا على القديم وبيعتبروا إنه نقل الدم للمرضى بيحسن من محتوى أو بيحسن من تروية الأنسجة. هذا الحكي مو صحيح أبدا، طبقوا المعادلة من 70 ل 90 يعني من 0.7 ل 0.9 نفس الأرقام السابقة حيطلع 217، فأنا حسنت الأكسجة من 167 ل 217. لهلا ما هو يعني الثمن تبعه ثمن عالي صراحة، 167
يعني ال 217 احنا الطبيعي ان احنا 250 مثل ما قلنا، فما وصلنا لسه نقلنا وحدتين دم وما وصلنا للاكسجين المطلوبه، ولهلا بعدنا نحن ودفعنا ثمن نقل الدم. نقل الدم فيه له مضاعفات، وبالتالي نقل الدم لتحسين الاكسجين اللي سيجي بحد ذاته بدك توازن الخطوره مع المنفعه، وهذا الحكي ربما نفرض له محاضره كامله ما هو طريقه فعاله لتحسين الاكسجين النسيجيه. ربما لو كان ميت عنده فقر دم شديد، عنده مثلا نحن القيمه الحديه بنعتبرها بالعنايات هي 7 7 ل 8، اذا الخضار 7 ل 8 ما في فائده من نقل الدم بحد ذاته لتحسين الاكسجين، الا اذا كان ميت عم ينزف مثلا او في استطباب ثاني لنقل الدم، وبالتالي ما هي طريقه معتمده لتحسين الاكسجين النسيجيه. لو اخذت المثال اني انا حسنت الكارديك اوتبوت تبع الميت ل 4 لتر بالدقيقه بدل ما كان 2 لتر، اعطيته سوائل واعطيته مقبضات رعائيه، فارتفع الكارديك اوتبوت تبعه من 2 ل 4 المره فقط. انا رفعت الكارديك اوتبوت، لاحظوا انه ضاعف من 167 لصار 337. ربما واحد من الشباب يعترض علي يقول لي طيب احنا ما بدنا نحقق الكارديك اوتبوت 4 لكل المرضى، ممكن انا احقق 3. طيب من 2 ل 3 يعني ضربته ب 1.5، يعني رقم 167 ضربه ب 1.5. انت مره ثانيه عم تلاحظ انه الكارديك اوتبوت كل ما زدته يعني الفاكتور هون كثير عالي، بغير كثير من النتيجه. حتى لو قبلت بكارديك اوتبوت 3 بهذا الميل وستيل هو لو، حيكون عنده ال 167 ضرب 1.5 ربما وصل ل 250. فافضل طريقه ربما والله العليم لتحسين الاكسجين النسيجيه تحسين الكارديك اوتبوت، اوبتمايز الكارديك اوتبوت. الكارديك اوتبوت بقى كيف بدي احسنه؟ هذا هو سبب الكورس كله. فمره ثانيه، مين افضل طريقه لتحسين التشو بيرفيوجن؟ انا حاختار الكارديك اوتبوت، واظنكم اقتنعتوا معي انه الخيارين الثانيات ما هن الخيارات الافضل وما هنين اللي اسمانهم باهظه. الكارديك اوتبوت هو عدد ضربات القلب ضرب ستروك فوليوم، ضرب حجم الضربه. عدد ضربات القلب هو الطبيعي بين 60 ل 60 ل 100. لو كان ميت عنده سيفير براديكارديا، سيمتوماتيك براديكارديا بنسميها، لدرجه مسبب له صدمه قلبيه، اكيد العلاج اني اعطي انا مسرعات للقلب، وهي حاله نادره ربما يشوفوها اطباء القلب او اطباء العنايات القلبيه. الغالب اللي هو بنشوفه هو تحسين حجم الضربه ستروك فوليوم. ستروك مره ثانيه، الكارديك اوتبوت هو ضغط الدم طبعا مره ثانيه كمعادله مشان بس تذكروها، الكارديك اوتبوت ضرب المقاومه الوعائيه المحيطيه. فانا لحتى احسن ضغط الدم لازم احسن الكارديك اوتبوت واحسن المقاومه الوعائيه المحيطيه. المقاومه الوعائيه المحيطيه بحسن من اعطاء المقبضات الوعائيه اذا كانت منخفضه، والكارديك اوتبوت بحسن من خلال اعطاء السوائل تحسن ستروك فوليوم، وربما من خلال الاينوتروبس لما يكون في عندي صدمه قلبيه. ضغط الدم انا بطلع على ضغط الدم الوسطي في انقباضه في انبساطي، بس الضغط الوسطي هو اللي بيوصل لمستوى الانسجه اللي بيروي الاعضاء، وعاده الرقم السحري هو 65 65 مليمتر اوف ميركوري، وحنشوف في المحاضرات القادمه انه هذا هو مو رقم سحري ابدا، بس هو انيشيال تارجت، يعني هو مثل هدف مبدئي بيتعدل صعودا وهبوطا حسب الحاله. الستروك فوليوم هو حجم الضربه، بيتعلق بثلاث عناصر، بيتعلق بالكونتراكتيليتي خلوصية العضلة القلبية، وهي إذا كانت منخفضة أنا فيني أحسنها بالآينوتروبس اللي هي مثلا الديبوتامين مثلا أحد المقبضات المنشطات العضلة القلبية بنسميه، أو في الميرينون مثلا، كل هالدوايين هدول ما أشهر شيء بيستخدموا بالعنايات لتحسين خلوصية العضلة القلبية. يقال حتى أنه الديبوتامين أنه آليته بتحسين ستروك فوليوم هو تقليل الأفتر لود، هاي أحد الشغلات الثانية. البريلود هو السوائل، هو قديش في عندي حجم بنهايه الانبساط، يعني بالتالي اذا انا حسنت البريلود او اوبتمايز البريلود باعطاء السوائل قد يتحسن الكارديك اوتبوت، قد يتحسن ستروك فوليوم وبعدها تتحسن الكارديك اوتبوت عندي. بنتذكر معادله فرانك ستارلينج اللي هو بيتعلق حجم نهايه الانبساط مقدار تمطط الالياف العضليه مع الستروك فوليوم. فلما بيكون عند هذا بنسميه هذا الستدي الجزء المستوي من الجزء الصاعد بالمنحدر، هون كل ما زدت تمطط الالياف كل ما زدت حجم نهايه الانبساط كل ما تحسن ستروك فوليوم، لحتى نوصل لمرحله بيصير في عندي اوفر ديستنشن، بيكون في عندي اي اضافه الى الحجم ما حتاثر على ستروك فوليوم وربما تقللها لاحقا لما يكون بيد ريلي اوفر لودد. فنحن لازم نشتغل على المرضى بهذا الجزء، اذا كان بهالمرحله هو بحاجه سوائل، مو كل المرضى طبعا بحاجه سوائل. إذا كان هو بهالمرحلة هي وهو بحاجة سوائل أنا بعطيه سوائل، إذا كان هو بهالمرحلة وبعده ضغطه نازل
انا بعطيه مقبضات وعائيه. اذا فكرنا فيها منيح بنعرف امتى لازم اعطي سوائل وامتى لازم اعطي مقبضات وعائيه. طبعا الحكي اسهل من الكلام، الحكي اسهل من الفعل، لانه انا امتى كيف بدي اعرف المريض انه هو اصلا هون او هون؟ هون اصلا بيبدا سحر العنايه او سحر الطب، او خليني اقول الخبره الطبيه بتلعب دور، اللي هو انسان بيكتسبه مع الزمن وبيقدر بدرجه ما من المصداقيه يعرف انه وين المريض. وهذا الحكي طبعا كله تقديرات اكسبكتيشن، ما هو ابدا ما في شيء لحد هلا قاطع بيقول لي انه المريض هون او هون او باي مكان ثاني. لتعقيد الموضوع، اصلا القلب مو دائما بيشتغل بنفس الطريقه، القلب من مريض لمريض مختلف، الكونتراكتيليتي تبع علاقته مع البريلود مع ستروك فوليوم. هذا النورمال كونتراكتيليتي، اذا كان مريض عندك مفلس بهالحاله، هايبر دايناميك بهالحاله، القلب نفسه بيتغير حالته المخطط بين هدول الحالات الثلاثه. فالموضوع ما هو الموضوع كثير ديناميكي، ما هو والله قانون واحد بينطبق على الجميع. ليش ما انا بريح راسي بعطي سوائل لكل المرضى وبقسمهم لقسمين، اللي بيشوفهم استجابوا وكمل معاهم، اللي ما استجابوا ما كمل معاهم. مشكله انه تراكم السوائل البوزيتيف فلويد بالانس بيزيد المورتاليتي، بيترافق مع زياده المورتاليتي، وهذا الشيء هلا حاليا مثبت. وبالتالي هلا حتى اغلب البراكتس حاليا بالعنايات، معظم العنايات حول اللي شفتها هون بامريكا عم يتجهوا للدراي واي حقيقه، يعني بمعنى اخر تقليل اعطاء السوائل للحد الادنى، بمعنى اخر اوبتمايز، ما تعطي اوفر كوركشن، ما تغرق المريض بالسوائل، ما تنتهي بعد يوم او يومين او ثلاثه المريض زايد وزنه 20 او 30 كيلو. هذا رقم كثير كبير كان سابقا نعمله للاسف، بس هلا لا، كل البراكتس انه خفف اعطاء السوائل قدر الامكان، اعطي المريض المقدار المطلوب من السوائل، لا تحرمه. انا قناعتي الشخصيه اذا بدكم رايي الشخصي، لا افراط ولا تفريط، لا تحرمه من السوائل وتعالجه على الناشف، وبنفس الوقت ما تبله كثير، ما تغرقه بالسوائل. بتمنى اني انا هيك غطيت كل الجوانب المطلوبه بالجزء الاول، هو توطئه خليني اقول انا ليش لازم اعطي المرضى سوائل اصلا. هذه هي البداية، ونتابع مع بعض إن شاء الله، وإن شاء الله حيكون عند حسن إعجابكم. السلام عليكم.